احنا معانا دلوقتي على التليفون الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهيجن. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل عليك يا فندم وعلى كل متابعيك الافاضل. يا اهلا بيك يا دكتور حمد. اهلا بيك. دكتور، في البدايه لو حضرتك توضح لنا ايه اكتر الفعاليات اللي كانت موجوده في سباق الهيجن في مدينه العالمين. فندم، الجمال ان الدوره دي تحديدا كان في عدد من المتسابقين من مطروح، كان عدد كبير جدا. طبعا الانسان دائما عدو ما يجهل. في الاول لما عملنا البطوله اول مره من حوالي 3 سنوات كان اقبال بسيط جدا من هجانه وهجن محافظه مطروح، لان طبعا الرياضه غير معروفه، يعني معروف في روسيا، معروف سباقات اخرى، انشطه اخرى رياضيه، لكن الهجن كانت بالنسبه لهم غريبه شويه، لان الهجين الموجود في مطروح او الجمال اللي موجوده في مطروح جمال حليب واحمال اكثر منها جمال سباقات، يعني مش مهجنه ومش ضخمه زي اللي هي بتيجي من سيناء. بدانا بفضل الله سبحانه وتعالى مع الاهداء الذي قدمه الشيخ محمد بن زايد، قدمه للسيد رئيس الجمهوريه، عباره عن 5 من الفحول الجمال اللي كانت حاصله على مراكز اولى في دوله الامارات، كانت اهداء. عملنا عمليه يعني تخصيب او عمليه تجنيس من ما بين الجمال القوية دي وجمال ونوق مطروحية، أفرزت إن شاء الله نتائج كويسة، وحاليا بدأ أغلب شباب مطروح يشترون يعني جعدان أو بكرة أو بكار أو جمال من سينا ويدخلوا بها السبق. يمكن الأشواط اللي دائما بينوه عنها بأن هي بالراكب البشري، لأن احنا طبعا هنا ما زلنا في مطروح الراكب الآلي لم يدخل بقوة، لم يتعرف عليه، يعني حتى في مصر أخذنا فترة طويلة وإحنا ما كناش أصلا مقتنعين بالفكرة لغاية لما دخلت إجبارا، لأن طبعا هي عالمية وكانت منظمة حقوق الطفل أصلا منعت علينا أن احنا نستخدم الراكب البشري. فده شيء، يعني أول ميزة زي ما حضرتك تفضلت أن في إقبال كبير جدا. في بحول الله سباقات أخرى هتبقى عن المحارب، يعني عن النوق اللي هي بتفرز حليب اكثر، عدد اكثر، اللي جايبه كم كيلو، اللي جايبه، عملناها قبل كده في العالمين وكانت جوائزها رئاسيه دوليه. السباق التنشيطي اللي هو السباق يعني تقدر تقول كده اقل من السباق الرئاسي، حتى جوائزه بتبقى اقل شويه، لكن فيه اقبال غير ما يقام حوالين السباق. تجد الباعة قائلين انا فوجئت بحد عامل معرض سيارات وبيع وايجار وبتاع في داخل، وهم يومين، يعني احنا كنا 2 و3 مارس، لكن كان في اقبال غير عادي وفي رواق غير عادي، وفي كانك انت في رحله خلويه في زرده، خيام منتثره جنب المضمار، والناس في تواد وتراحم وتعارف وشعر واشياء كثيره جدا. نعم. طيب دكتور حمد، حضرتك تحدثت انه هذه الدوره مختلفه عن الدوره السابقه. نعم. تقريبا عدد المشاركين في هذه الدوره قد ايه ومن اي محافظات؟ نعم، الدوره دي العدد يمكن اقل بالنسبه للعدد، احنا كنا بنوصل 1000 1200 في المرات السابقه متسابقين. الدوره دي وصلنا 550 متسابق، يعني ما يزيدوش عن كده. والمحافظات المشاركه كل المحافظات ذات الخصوصيه، يعني احنا معانا من الوادي الجديد، معانا من البحر الاحمر، معانا من سينتين الشماليه والجنوبيه والاسماعيليه والسويس والشرقية. ومعانا أيضا يعني كان بدأت محافظات أخرى تدخل معانا في الموضوع زي الأقصر، بدأت منها مشاركات، يعني تقدري تقولي حوالي ما يقلش عن 15 محافظة تقريبا شاركوا في هذه البطولة. طيب دكتور حمد، هو من الطبيعي ان عدد المتسابقين يزيد، هل عدد المتسابقين قل مثلا لظروف معينه، هل لان المضمار يومين بس؟ عايزين نعرف منك التفاصيل. لا، هو غالبا المضمار اصلا في كل بطولاتنا بنعمله يومين، تمام، سواء في جنوب سيناء او في، لكن انا عاوز اقول حاجه، ان في حاجات اصلا فنيه ما يعرفهاش الا مربي الهجن، يعني معلش مع احترامي، في توقيتات ما ينفعش تطلق فيها الجمل للسبق، بيبقى فتره تزاوج، بيبقى فتره راحه، بيبقى فترات معينه. تمام. ناهيك على ان اصلا الاعلان عن البطوله كان جاي في توقيت برضه احنا داخلين على شهر رمضان. ما هو لو في موسم بقى يا فندم احنا ممكن نبعد عنه، سواء موسم بقى التزاوج او شهر رمضان كده، نبعد عنه قدر الامكان عشان نسمح لاكبر عدد من المتسابقين ان هم يشاركوا في مضمار الهجن. ده بيحصل وبنراعيه تماما، لان طبعا احنا اول، يمكن انا من مؤسسي الاتحاد اصلا، الاتحاد المصري للهجن من 2002، يعني 22 سنه. اول بطوله كنا عملناها في سيناء الشماليه، ربنا ان شاء الله يهدي السر فيها وتبقى مستقره تماما، يعني كان فيها السبق الاول وكان اول نادي اقيم فيها.
فحاليا بدات شرم الشيخ تخطف الابصار، وطبعا المضمار بتاعها اروع من الروعه يعني، وانت في المدرج كده قدامك خليج العقبه وقدامك الابداع والمنظر الجميل. ومحافظ جنوب سيناء للامانه طور الموضوع، عمل فيه سفاري وعمل فيه خيول وعمل فيه اشياء كثيره جدا. اتمنى ان احنا في مطروح ايضا نعمل ده. احنا في مطروح لغايه الان ما فيش مبنى، ما فيش مقر، هو عباره عن مضمار فقط وخيام تبنى اثناء اليومين دول وينتهي الموضوع. يعني انا اتمنى في المرحله القادمه هيبقى فيه الوجود ده، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك تفضلت ان احنا بالفعل هيبقى في توقيتات معينه نبعد عنها تماما، هتبقى ممنوعه الشغل فيها، لان طبعا ما ينفعش انك انت تبقى مثلا تنفيذي او ممثل عن الاتحاد وتجهل جزئيه زي دي وتفرض على الناس التنقل من مكان الى مكان قريب. لكن الحاجه الثانيه انا اقول لك لما يكون تنشيطي بيبقى برضه الجوائز اقل شويه، يعني ممكن الجائزه المركز الاول حوالي 2000 درهم، فهنا غير الثانيه بتوصل ل 20 و25 ألف. فبتشجع الناس اكتر ان هي تشترك يعني. كل شكر لحضرتك الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن.